مصر بلد كبيرة، كل يوم فيها جديد. بحسني في مصر اللي السائح عايز يشوفها. التعامل مع هذه الأزمة ممتاز. الانتشار وارد. اخترنا نكون الأقرب للحدث الأهم. المعاملة على أساس المواطنة. رحب بيك في البحر الأحمر. حضرتك شبه مذيع. الأقرب للشخصية الأبرز. إنسان واحد عمره ما يعرف يعمل هذا الوحيد. نوصل صوتك. بالخير يا فندم. ازيك يا أستاذ شريف؟ عشان يكون لك دور. يحدث في مصر. يستمر خلال شهر رمضان على شاهد.